بسم الله. طلاب بالمرحلة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله. هذه المحاضرة الأولى اللي سبق وأن أعطيناها بالجوجل ميت، لكن بعض الطلبة ما حضروا، فهذه تعزيز للمحاضرة اللي سبق وأن شرحناها سابقا. المحاضرة تخص فتح رسم جديد باستخدام البرنامج والأشياء اللي تحتاجها حتى تعرف شلون تفتح فايل جديد. هذه الواجهة اللي راح تشوفها بالضغط على هذا العنصر اللي موجود هنا نسميه ديبج اي سلايك هوم بتم ان مايكروسوفت اوفيس او فايل مينيو ان موس بروجرامز. هذا رسم جديد، وهذه هي الاي، لونها يختلف حسب الإصدار مالت البرنامج وحسب سنة الإصدار. هذه هي نفسها اللي موجودة عندك بالشيت مال المحاضرة. بداية رسم جديد، فتح رسم، تم حفظه مسبقا، حفظ بصيغ متعددة، تصدير، نشر، طباعة إلى آخره، إغلاق، الخيارات، الخروج من البرنامج. هذا رسم جديد تقدر أنت تسيبه حسب الاسم والامتداد اللي تحتاجه واللي تشوفه مناسب. التمبلت دي دبليو تي، اذا تريد الدي دبليو تي هو الورقه الاوتوكاد، الورقه اللي بيها الاعدادات المسبقه، او هو النموذج الجاهز للرسم من حيث أبعاد الورقة ومن حيث الوحدات ومن حيث اللغة إلى آخره. هذه اللي هي دي دبليو تي، تختلف عن الامتداد مالت الأوتوكاد اللي هو دي دبليو جي. Setting up the workspace، the option window اللي هي هذه let you set all your preferences within the drawing، يعني جميع الأشياء المفضلة تقدر تسويها من هذه الأوبشن اللي موجودة هنا. هذه الأوبشن تقدر تنظم بها الفايلز مالتك، تقدر الخيارات اللي موجودة عندك بالنسبة لعرض البرنامج. هسه هذه هنا الأيقونات اللي موجودة باللون الداكن نقدر نسويها باللون الفاتح اللايت، مجرد نضغط أبلاي راح يتغير شكلها الى اللون الفاتح. كل الايقونات اللي موجوده في البرنامج تتحول الى لون فاتح. الكالرز اللي تخص الباك جراوند، هذه احنا نستخدميها وايد على مود نفس لون الورقه، حتى من نستخدم الالوان بالرسم تبين الالوان اللي تبرز والالوانيه. طبعا الاوتوكاد يجي لل الديفولت فاليو هو باللون الداكن او اللون الاسود الغامق. هنا تقدر انت تغير ايضا باقي المكونات، مثلا هذه الكروس هير اللي تطلع لنا هنا نقدر نغير لونها، بس هي خضراء نقدر نسويها زرقاء او نسويها ماجنتا. اوكي، اذا نغير لونها مثل ما نريد. اذا اريد ارجعها نرجع على اوبشن مرة ثانية ونروح نسوي دارك كلر، نسوي وايت، والكروس هير نرجعها الى اللون الاخضر ونقول له فاند كلوز. اوكي، رجعت الايقونات الى اللون الداكن ورجعت الواجهة الى اللون الابيض. بالنسبة الى الورك سبيس هنا طبعا هذه الايقونات اللي حكينا عليها بالاوبشن موجودة، انه انت شلون تقدر تغير بالديسبلاي، بالاوبن والسيف الى اخره. جميع هاي تقدر تقراها وتشتغل بها. ضروري انه تنزلون البرنامج وتجربون بايدكم، يعني قد ما يكون الشرح هنا واضح، وايضا راح تحتاج الى انه تشتغل بايدك، ضروري جدا. بالنسبة الى رايت كليك كاستمايزيشن، هنا عندك بالاوبشن هنا هذه اوبشن عندك هنا يوزر بريفرنسز، هذه رايت كليك كاستمايزيشن،
شنو الأشياء اللي أنت لما تسوي هنا رايت كليك؟ إذا نغلق هاي شوف الرايت كليك هنا. هذه الرايت كليك. Repeat option, recent input, isolated object إلى آخره. هذه حتى الأوبشن اللي كنا نفتحها من هناك تقدر تفتحها من هنا. أنت حسب استخدامك للأوتوكاد وحاجتك إلى إلى الأوامر اللي تحتاجها بكثرة فتقدر تخليها كلها بالرايت كليك. أوبشن نقدر نوصل لها من هذه الجهة أيضا يوزر بريفرنسز ورايت كليك وتقدر تسوي كاستمايزيشن وتغير عن الإعدادات الديفولت مالت البرنامج. هذه حكينا عليها مالت الديفولت، هاي مالت تغيير اللون ايضا تكلمنا عنها. هنا عندنا الجريب والسلكشن، هذا السلكشن هنا هسه اذا نجي هذا مهم بالنسبة، مثلا عندنا هذه دائرة نرسم هنا دائرة، إذا أجي من هاي الجهة أي جزء أمسه من الدائرة راح يظهر عندي المؤشر أو المستطيل هذا باللون الأخضر، أي جزء أمسه راح يختار الدائرة بالكامل، بينما إذا أجي من هاي الجهة راح يصير عندي لون أزرق وخط محيط متصل، إذا أمس جزء ما حيختارها إلا أكمل اختيارها بالكامل بهذا الشكل. طبعا اضغط وارفع ايدي عن الماوس ما اضل ضاغط، اكثر اللي الجدد يصير يستمر يضغط فصار يظهر عنده هذا الشكل، احنا نضغط ونرفع ايدنا على مود تنطينا هذا الشكل، اذا اضغط واظل ضاغط راح يصير عندي هذا الشكل، هذا الشكل العشوائي. الاختيار الطريقة الثانية اضغط على الجسم نفسه، اذا عندي اشكال متعددة بهذا الشكل بهذا الشكل واريد اختار كل هذه والغي بعض الاختيارات، مجرد اضغط شيفت واوقف على اي جزء ما اريده يطلع لي علامة الماينس والغي من الاختيار هذا بهذا الشكل. اقدر هنا من قائمة بروبرتيز هذه اللي هي هنا كنترول 1 ترجع لي مرة ثانية، انا ايش مختار؟ مختار 1 2 واحد اثنين، ايش مختار؟ سايكل 2 يعني مختار 2، اللون مالتهم شنو؟ اسود، اقدر اسوي احمر. سمك الخط شنو؟ اسوي ادخن حتى يظهر هذا سمك الخط، اجي هنا انا افعل هذا الاوبشن اللي هو اللاين ويت يقوم يشتغل عندي هذا قائمة بروبرتيز. اوكي كنترول 1 حتى تظهر هذه القائمة. هذا فيما يخص بشكل سريع المحاضرة الأولى. الضروري والمهم أنه تنزلون البرنامج وتحاولون أنه ترسمون بإيدكم وتتعلمون كل أوبشن من اللي تكلمنا عليه، لأنه مهما شرحت لك إذا ما أنت تشتغل بإيدك فالعملية ما راح تكون مجدية. شكرا جزيلا.